النهاردة محمد عزت بيغني السيرة في الحفلات والأفراح، بس قدر يعمل لها جمهور جديد من الشباب بعد ما خلاها تتغنى بالكيبورد مع الربابة. هحكي في سيرة وكمل عربي يذكروا قبل ذلك، في سيرة عرب أقدمين كانوا ناس يخشوا الملامة، رئيسهم أسد سبع ومتين يسمى الهلال سلاما سلام. أنا عندي حاليا ماشي في 29 سنة. بدأت الغنى كان عندي 7 سنين أو 8 سنين، بمجرد يعني ما بدأت كده أعرف الدنيا وأعرف الحياة، لأن أنا نشأت في بيت أو في أسرة عاشقة للفن ده وعاشقة للتراث والسيرة الهلالية والغناء الشعبي. بدأت أتعلق، بدأت أدندن، مرة أحفظ كوبليه مرة أحفظ أغنية، بدأت كده يعني. أنت واخد السيرة عن عمك عز الدين؟ آه، عمي عز الدين نصر الدين من رواة السيرة الهلالية اللي معروفين وسابوا بصمة في السيرة الهلالية. هم واخدينها منين؟ هم واخدينها عن أبوهم، وأبوهم واخدها عن أبوهم. هل هي نفس السيرة اللي بيقولها جابر أبو حسين؟ هي نفس الأحداث ونفس القصة، بس هو بيختلف يعني صيغة المربع بس، لكن هو نفس الحدث ونفس الطريقة اللي هي اسمها مربع، اللي هو المختلف عنه اللي هو الفراد، اللي هو الفراد اللي هو اللي اتشهر بها في رواية السيرة المرحوم علي جرمون. قول لي يا محمد، كنت بتكلم مع المرحوم السيد الضو الله يرحمه، فقال لي السيرة 5 مليون بيت. هل توصل لخمسة مليون بيت؟ هي تتخطى كمان الخمسة مليون، لأنه الراوي أو الشاعر على حسب موهبته. يعني ممكن أنا أقول لك قصة مثلا تتكون مثلا من 2000 مربع، ممكن في لحظة صفا ولحظة ارتجال في الفرح تعدل 3000 مربع. ليه أنت نجحت في السيرة الهلالية مع أن في ناس كتير جدا بتغني سيرة بس أنت فرقت عنهم؟ إيه اللي قدمته أنت مختلف في السيرة الهلالية؟ أول حاجة هو طبعاً قبول من عند ربنا سبحانه وتعالى. تاني حاجة يعني أنا من النوع اللي هو دمجت سيرة مثلاً جابر أبو حسين وعز الدين وعلي جرمون ومحمد اليمني وسيد الدوي والدوي وعنتر وجميع الرواة كلهم، خدت العصارة بتاعتهم كلها ودمجتها في شخص واحد. أنت بتحب مين من أبطال السيرة؟ والله أنا سميت ولدي زيدان، يعني كنت أحب شخصية زيدان، يعني زيدان ابن زيان اللي هو والد أخت أبو زيد. أبو زيد بحبه، وخليفة بحبه، بحب أبطال السيرة كلهم، بس كان حبي أكتر ميولي لزيدان. وقف زيدان على القدمين، قال أنا زعيم الزغابة، أنا ما تملعيني ملايين وعلى عدا قلبي زغابة. أنا زيدان أنا والدي زيان، أنا زيدان أنا والدي زيان، أنا زعيم الزغابة ومن لوع البين زيان، على عدا قلبي زغابة. ياللي بتنادي عاوز مين، يا اللي بتنادي عاوز مين، ده انا النوم يا اخي معديني، كلام العوازل عايز مين، ولبيك يا اللي تناديني.